اقسم بالله سلطنة. عارفين يا اولاد ايه احلى اكلة في العالم؟ السوشي طبعا. ايه؟ السوشي طبعا. وانت شفته فين انت يا كلب البحر السوشي ده؟ ما يا عمو احلى اكلة في العالم الاكلة اللي الواحد لسه ما اكلهاش، معروفة دي. معلش يا هنيدي، هو ما يعرفش؟ لو يعرف ما كانش قال الكلام ده. يهبل، السوشي ده شوية رز مسلوق وملفوف في طحالب مهرية ومحشي سمك ناي كمان ومتلج. وانت شفته فين ده بقى ان شاء الله؟ بنت قامي عزمتني عليه في مرة. البنات ما بيحلقهاش الخروج اليومين دول غير في مكانين، ياكلوا سوشي يا حفلة حمام. خلاص بلاها السوشي، يبقى أحلى أكلة في العالم هي حمائي. قوم يلا من هنا، قوم فز. انتوا هتطفحونا اللقمة ولا ايه؟ ما انت يا جد اللي مولع الدنيا. ها ايه يا سيدي أحلى أكلة في العالم من وجهة نظر حضرتك؟ خلينا نخلص من النبي. العيش البلدي الطازة السخن، يجيب الرغيف وترمي فيه قرص طعمية بالسمسم سخن ومقرمش والكزبرة الناشفة على وشه لونها دهبي كده، وتروح رامي جوه الرغيف شوية ملح وشوية شطة، تاكل وتبلع بخمسين شاي بالنعناع. مش عايز واحدة تعمل لك مساج وانت بتاكل كمان؟ يعني تتقطع لك صوابعك، ترجليش لك السمانة، تهوي لك على ودانك. سندوتش طعمية ده ولا مش سندوتش طعمية؟ انت برضو اسمح لي، احنا جده راجل اوفر شوية. مصر بتنتج 80 مليون قرص طعمية في اليوم، لو المصريين هياكلوا سندوتش طعمية بالسهوكة دي كانت البلد ضاعت. انتوا اللي بتاكلوا زي البهايم، وهي طعمية خرص كمان، اطلبوا لنا شوية تانيين. الو الو نبراوي؟ اوه كنت عايز اعمل يعني اوردر باسم السوبر هنيدي لو سمحت. سوبر ايه؟ سوبر الحق يا معلم، سوبر هنيدي اهو على التليفون. الحق يا معلم، الحق يا سوبر هنيدي.